مازالوا تحسوا مستنسين بالرجال التاكسيستاي، مازالوا مستنسوش مراه تسوق تاكسي. اول ما يحل الباب يطلع يقول لي عسلامه اخويا، مي با هو مسكين يغزر بوجهي. فانا ملي نضحك نقول انا كيقولوا عسلامه مرحبا، ومن بعد هو تحس هكا يغزر مصدوم، معناتها بيزار جيتو. انا مريم عمري 33 سنه، نخدم تاكسيستاي، انا اصغر تاكسي في تونس. بابا عنده 40 سنة تاكسي، كنت وانا صغيرة ديما نستناه لين يجي باش يعمل بيا دورة، نبدا رافيك كيفاش يبدا يسوق، ونبدا نقول له انا بابا ومنيتي كي نكبر نولي كيفك، هو يولي يضحك. من عمري 11 سنة ماما بابا طلقوا، قلت لازمني نشد فيها المهنة التاكسي، حبيت نثبت معناتها اللي انا معناتها فما حتى شيء صعيب عليا. اي تروح بكر تكلمني، ليش متعرفش؟ بيان سور انا ديما كان متعرفني قبل ما نروح نكلمك، قلت لها نسي باوني في الدار باش انا نتهنى عليك. بالطبيعة خدمتنا مش سهلة خاطر التاكسي. من الاول انا كي بديت اول نهار خدمة حسيت روحي كلي حاشمة هكا ومانيش متحضرة، حسيتها صعيبة شوية. ومن بعد هكا كي ريت نظرة الناس ليا انا حسيتها معناتها زدوا هما شجعوني. حاجة باهية برشا الحقيقة، أنا فرحت لي أنا طلعت لقيت مرأة. أليز على الأخر. الحمد لله مرتاحة. عندي عام ملي خديت البادج بتاعي، الحمد لله يا ربي نخدم على روحي، كما صاروا لي برشا الباهي كما صاروا لي برشا الخايب، بحكم اللي ساعات نخدم بالليل، صار لي براكاج صغير الحمد لله سافا. من وقتها قررت ما عادش نخدم بالليل، وليت نحب ناخذ كل بالنهار. خدمتنا ذي في التاكسي سختو مرا معناتها تاكسيستيه في عقلية اي راجل، خاطر نحنا معناتها في مجتمع ذكوري نحب ولا نكره، ديما المرا اللي تعرفش تسوق وديما تحس حتى مسكينه تبدا مش على روحها يزمروا عليها، انا هاني حتى نراها. عملت تحدي والحمد لله معناتها وصلت لي حبيت عليه، الحمد لله نشكره. حاجه واحده بالطبيعه معناتها نتمنى نعمل تاكسي نتاعي وحدي، نبدا عندي رخصتي والحمد لله اللي فيه رضا والخير ربي يسهل فيه.